بوكس للجميع. مشاهدينا متابعينا الاعزاء والحف الكريم، ما زالت الانطلاقات متواصلة مع منافسات سن اللقاية لتبدا مسيرة وحكاية ورواية جديدة عنوانها هو الناموس والمنافسة وتحديات شعارات ابناء القبائل الحاضرين والمقدمين اجمل واقلى ما لديهم من منافسات واسماء كبيرة حاضرة متواجدة على أرضية ميدان الشحانية. لنبدأ بمسيرة النداء للأسماء الخمسة الأولى لنتابع على المركز الأول الدوحة. تعود الملكية لعامر بن حسن بن محمد الجفال النعيمي من يقدم لنا مسيرة الدوحة بالمركز الأول. المركز الثاني التواجد من قبل غلا عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، والمركز الثالث اللي تسللت من ميمنة الميدان وحضرت نحو صدارة ونحو المقدمة الظبي. الظبي تعود الملكية لجبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري على المركز الأول. المركز الثاني نتابع القادمة أيضا لأول ندى غناة، تعود ملكيتها لحمد بن سالم بن جهويل. المركز الثالث من كانت قبل لحظات بالمركز الأول الدوحة لعامر بن حسن بن محمد النعيمي، والنقل للمركز الرابع لو تابع تواجد زلال عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة، والمركز الخامس الحضور مشاهدينا الكرام من قبل ثنا لمحمد بن صالح بن حمد القمرة مع المركز الخامس. هذه هي الأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة. لناخذ معكم جولة ونقلة ولفتة للشعارات الحاضرة المتواجدة خلف النداء وخلف الإذاعة مع مخرج هذا السباق بن خزينة، وكذلك مشارب من يرصدون دائما وأبدا اللقطات المميزة ليستمتع متابع وعاشق ومشاهد هذه الرياضة خلف غناتي وشاشة قناة الريان الفضائية الناقلة لكم أحداث ووقايع هذه السباقات وهذه التحديات وهذا الموروث الشعبي الأصيل. لنعود بحضراتكم إلى الأصالة إلى الأراقة إلى المقدمة وإلى تحديات أول المراكز. غناء غناء الحاضرة بالمركز الأول المتواجدة بالقيادة والصدارة والمقدمة. حمد بن سالم بن جهويل من يمتلك هذه الأسطورة قناة الحاضرة بالمركز الأول. المركز الثاني الدوحة من بدأ ترسم أجمل وأحلى صورة ولوحة بتحديات المركز الثاني غادمة بشعر عامر بن حسن بن محمد الجفال النعيمي. المركز الثالث المتواجدة مشاهدينا الكرام الظبي لجبر بن جاسم بن ربيعة الكواري، والمركز الرابع شوفوا القادمة اللي وصلت بهذه اللحظات القادمة بهذه الانطلاقة والمتسللة عنيدة لسالب بن ناصر بن فهيدة آل زبدان المري يتقدم شعاره مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع قدوم الأسماء والشعارات، نتابع أول الواصلات دروب لراشد بن مبارك بن زايد المطوع الخيارين، والمركز الخامس القادمة بهذه اللحظات ميراج جابر بن سالم بن سعيد الجربوع المري يصل شعاره بهذه اللحظات شعار بن مهير الواصل مع المركز الخامس. بدأت السرعة بهذه اللحظات مع الأمتار الأقل عن الناموس وعن التتويج. الله شعار الزبدان بدأ ينطلق بالقيادة ينطلق بالريادة ينفرد بالناموس بهذا الانطلاق الجميل مع تقدم عنيدة بالمركز الأول. الله
شوفوا المركز الثاني القادم جود محمد وليد بن محمد بن إبراهيم السيد، لكن العفرة اللحظات الحاسمة اللحظات النهائية جود إلا تتسلل إلى المركز الأول وتحضر بالقيادة، لكن عنيدة ما زالت معاندة اللحظات الحاسمة اللحظات النهائية، عنيدة تختطف الناموس، تهانينا والناموس لمالك عنيدة سالم بن ناصر بن فيدا زبدان المري، تهانينا على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصلت مشاهدي الكرام جود لمحمد بن وليد بن محمد بن إبراهيم السيد. المركز الثالث وصلت مشاهدي الكرام ميراج لجابر بن سالم بن سعيد الجربوع المري. المركز الرابع الوصول مشاهدي الكرام من قبل دروب لراشد بن مبارك الخياري. المركز الخامس وصلت مشاهدي الكرام غناء لحمد بن سالم بن جهويل. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تابعنا عنيده من خطفت الناموس وتوجت في هذه المسيره 6 دقائق 10 ثواني 65 جزء من الثانيه، تهانينا والناموس نزفها لمالك عنيده على هذا الفوز المستحق سالم بن ناصر الزبدان المري. المركز الثاني كان وصول من قبل جود 6 دقائق 10 ثواني 97 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمحمد بن وليد بن محمد بن إبراهيم السيد. المركز الثالث ميراج توقيتها الزمني 6 دقائق 11 ثانية 29 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لجابر بن سالم بن سعيد الجربوعي.